فكرة عندي فكره الطف تلم القصه دي. يلا بينا. ما توريني بيرسي تاو عمل ايه في المباراه. طب نروح لبيرسي تاو ولا نروح للجون الاولاني؟ الجون الاولاني عمل ايه؟ لان الجون الاولاني بالنسبه لي قبل ما يكون يعني هو 80% من الجون هو مش بيرسي تاو. الاولاني حلو مش بيرسي تاو. الجون الاولاني اللي جابه بيرسي تاو هو 80% منه مش بيرسي. لا 80% منه بالنسبه لي هو كولر اصلا. 80% من الجون هو كولر. تمام. الفكره نفسها وهقول لك هي الفكره جت راسا من الجزيره جاي من الملعب التمرين. من الجزيرة لملعب من التتش للاستاد رادس نفس الفكره. وهجيب لك الناس كلها راحت مع الجون وحللت الجون. انا بحب العناوين قوي وارجع اول بسمع جمله حلوه بتعجبني فبقف عندها وارجع لك دقيقتين لورا. يعني ركز معايا مع الجون وارجع لك دقيقتين لورا. كربون الناس كلها ركزت مع الجون وشرحت الجون ما خدتش بالها ان قبلها بدقيقتين كانت نفس اللعبه كربون بتتعمل بنفس التفريغه. انت بتعمل حاجه في الكره اسمها اوفرلود، بتجمع اللعب في ناحيه علشان تفضي للاعيب الجناح العكسي تماما. انت الكره دي شارك في الهجمه دي من بدايتها، من رميه التماس. الكره دي كانت بدايتها رميه التماس، شارك في الهجمه دي سبع لاعبين. السبع لاعبين عملوا عمليه التدوير عشان تروح الكره من رميه التماس في اقصى اليمين يروح يتعمل التجميعه كلها ناحيه الشمال عن طريق علي معلول، حسين الشحات. كمل بقى، هات الصوره اللي بعديها على طول. هتلاقي ان اللي طالع ارجع تاني. اللي طالع في الهجمه دي اللي بيعمل التفريغ هنا دي بدايتها مين؟ اليو ديانج لعيب مركز 8 التاني هناك اهو، اللعيب اللي عليه العلامه السوداء التانيه. الاولاني خالص على الخط هناك حسين الشحات، التانيه اليو ديانج، التالت كهربا، الرابع مين؟ حمدي فتحي. حلو. انت مش شايف في الكادر اصلا بيرسي تاو. ده الكادر. روح للي بعديها، روح للصوره اللي بعديها على طول. الصوره اللي بعديها بص، سبع لعيبه فين هنا؟ نزل ايه سبع لعيبه فين؟ سبع لعيبه انت اعترضت عليه اهو في ماتش الزمالك اللي بداوا الهجمه من هنا ثانيه واحده. وده برضو ايه؟ لا وقف كام لعيب انت في الكوره؟ وضع طبيعي. لا خالص طبيعي. طب اصبر معايا، ادي التلت عند الحكم، تلت الملعب عند الحكم اهو. كام لعيب من الاهلي؟ ادي 1 2 3 4 لا التلت عند الحكم. 3 5 3 2 5 هتلاقي تاو بره على الخط. الاثنين التانيين فين؟ سبعة. اليوم على الدايرة. هو مارس الكرة بيعمل عملية الضغط بأربعة. الزمالك كان 8 في التلت الأخير. 8 في التلت الأخير. الزمالك يا جمال كان في رجليه كورة. أي ما هم دول في رجليهم الكورة أهو. وضع طبيعي مستحيل. يعني طبيعي إن هم ممكن أرفع الموضوعين عشان ما يبقاش فيه اختلاف. الفكرة هنا إن الأهلي هيقدر يرجع لأن ديانج وحمدي فتحي هيقدروا يرجعوا. بالظبط. إنما الزمالك شيكابالا ومش هيقدروا يرجعوا. بيفرق. فطبيعي إن اللعيبة في الوقت ده بيفرق. فطبيعي إن اللعيب هنا يزيد. ممكن أقول حاجة ببساطة. إحنا أصلاً إحنا متفقين. هو اللي أنت كنت بتقوله من شوية إنه الفكرة إنه شيكابالا وزيزو بس هنا حمدي فتحي وديانج هينفع يرجعوا. يقدروا بالظبط. ده اللي انا بتكلم فيه. عادي ان انت تطلع ب 8 او 9 بس الفكره مين يقدر يرجع. برافو عليك. الدوري الانجليزي اقول لك على حاجه، الاثنين في اي دوري الاثنين المساكين بيبقوا معدين نص الملعب كمان. ان ما دول عنصر من عناصر اللعب. كمل لنا دي بقى. ماشي كمل. هنا نزل اليو ديانج كمل مع علي معلول ونزل عمل ايه؟ كهربا شد السنتر باك اللي معاه محمد امين توجاي شده هناك. مين نزل على السنتر باك الثاني؟ حمدي فتحي. دخل معاه رحل معاه مين؟ دخل محمد علي بن حميده الباك ليفت. فالباك ليفت رايح يمسك حمدي فتحي والسنتر باكين هناك ومحمد امين توجاي وياسين مرياح. واحد كان مع اليو ديانج فنزل اليو ديانج تحت، نزل معاه الباك رايت وكهربا مع السنتر باك الثاني. بقى الباك ليفت ماسك حمدي فتحي، السنتر باك بره اللعبه خالص، سنتر باك الثاني مع كهربا. وبقى بيرسي تاو اللي عنده علامه سودا ده اللي هو مش لسه ما جاش في الكادر لحد دلوقتي اصلا. هو ما جاش في الكادر. هات الفريم اللي بعده. الفريم اللي بعده على طول. اقول لك على حاجه، بص استاذنك بس الفريم العكسي عشان تبان منين. استاذنك ما هي دي برضو الراجل الباك ليفت عمل تختار عكسيه زي الكتاب ما قال. هو دور مين اللي ينزل يشتغل؟ الجناح. لا الجناح بس هي تمركزات لعيبه. حلو. بس ده تقصير واجبات. قبل تقصير واجبات انا اجبرته انه يعمل ده ازاي. انا كفرقه اجبرته يعمل ده ازاي. دخول حمدي فتحي وضع طبيعي. الرسم التكتيكي بتاع الترجي زي الفل والدنيا ماشيه زي جميل. الراجل ده لو غطى خلاص الموضوع بقى كابتن. معلش ممكن اقول حاجه؟ ما هو اللي خد الليفت باك دوت مع بعد وضع انا اقول لك بس اتفضل. اللي خد الليفت باك دوت حمدي فتحي اللي هو مش مهاجم اصلا، وهو لو بترتيبه المدافعين هو خد الليفت باك وفتح البيرس تاو فخدع كمان الجناح. احنا بنتكلم حتى في شغلنا احنا. انا بتكلم طول ما الكوره بس مثلا اتجاه في ناحيه الليفت الجناح العكس ده ملوش دعوه وعامل لي ستريتش الملعب وده مطلوب طبعا. عشان تكبر يعني تقدر ان انت تخترق او تقدر زي ما انت بتجمع لعبنا تلعب على الناحيه العكسيه ويقدر يروح بوشه. هايل. بس ده اللي احنا بنتكلم فيه. ده وضع طبيعي واللي بيتعمل ده الصح. ممتاز. واللي النادي الاهلي بيعمله الصح. انما انا بكلمك في الاول وفي الاخر يا تقصير من لعيب. حلو. المطلوب ان اللعيب ده لو نزل الخطوتين دول خلاص وقف مكانه. حلو. يبقى الفنت اللي اتعمل من كهربا ما كانتش توصل لبيرس تاو، كان ممكن يستلم او الراجل ده يقطع او خلاص الكره عدت. انا ده اللي انا بتكلم فيه. يبقى كده مارسيل كولر خدعهم وخلاهم يفتحوا يعني. طيب عظيم اللي بيقول عليه ماشي بقى. هات الحاله اللي بعديها على طول. نفس الحاله
دي بدايتها كانت في الدقيقة كام؟ نفس الحالة دي في الدقيقة 5 قبلها بدقيقتين كانت محاولة لتنفيذ نفس الفكرة لإحراز نفس الهدف بنفس الطريقة عن طريق أوفرلود ناحية الشمال وتفريغة. يعني الكرة دي لما توصل وسط الملعب الدقيقة كام دلوقتي؟ 5-55 دي بعيدة تماما عن الهدف. دي هجمة اللي قبلها على طول. هات الفريم اللي بعده، هات الفريم اللي بعده، كمل نفس الاختراق بتاع حمدي فتحي بيكمل، نفس الأوفرلود بحسين الشحات وعلي معلول ناحية الشمال، كمل هات الفريم اللي بعده كمان نفس التفريغه بنفس الطريقه بوجود بيرسي تاو ناحيه اليمين فاتح الملعب تماما. الكره دي اتحطت، كان قرار علي معلول انه يطلع فيها حسين الشحات. لو كان قرار علي معلول انه يعمل الكروس ناحيه تانية على تاو او انها تكمل التدوير ويدخل يغير الملعب تاني على تاو كانت هتبقى كربون من الهدف الاول بنفس الطريقه. ده يقول لك حاجتين مهمين قوي، شغل في التمرين، شغل في التمرين، الشغل في التمرين لما ينعكس في الملعب مره واثنين وثلاثه واربعه. الناس كلها بتتكلم على حمدي فتحي هو اللي بيكمل والاهلي بتحط الكره في المسافه اللي ما بين الاثنين مره واثنين وثلاثه واربعه. الراجل طور الفكره، ما بقتش بس ان حمدي فتحي بيكمل، لا ده انا بقيت بفرغ للعيبه ثانيه عشان مهما تقفل على حمدي وينزل معاه السنتر باك او ينزل معاه السي دي ام، لا انا دورت له على حل جديد. بيلعب ايه؟ بيلعب لعيبه الثمانية. بيكمل فيرود دوره، بيكمل جوه على طول. ما هو ده دوره، ما هو اي ده ما كانش بيتعمل. ما ده بص، ما احنا بنتكلم حتى في الحاله دي لو الهجمه بتتبني من ناحيه الثمانية العكس على طول وفروا الثاني ده على طول، ما هو ما حدش شايفه. للأسف ده اللي جاي من تحت. للاسف بقى كابتن محمد انت بتقوله دوت نظريه، والحاجه الاجمل كمان كتير من الفرق ما بيعرفوش يعملوا، ما بيعرفوش. مش هتلاقي 8 بيخش. انا بقول لك بالظبط كده، احنا لما شفنا حمدي فتحي 8 بيزيد احنا قلنا الراجل ده عمل ايه؟ طور صح، ومع الاستمراريه ومع الاستقرار الفني والاداري صح. انت وصلت للمنتج ده مظبوط، وده حاجه كويسه مش حاجه وحشه طبعا. انا بقول لك ده في عرف الكوره او اللي هي او الطريقه دي بالاخص هي دي من افضل الطرق كمان. 4-3-3 دي انا بقول لك الواجبات اللي هي التمنيتين دول على طول هم على طول جوه الصندوق على طول، والثمانيه العكس على طول اللي حد شايفه هو تلين كامل فرو الثاني. وده اللي بيعمله حمدي. هاي اتفضل يا جيمي. فهنا لما انت تيجي تتكلم على ان الفكره اتكررت مره واثنين وثلاثه واربعه ونفس الفكره بتتطور باختلاف طريقه التنفيذ النهائيه، طريقه التسجيل النهائيه باستخدام حمدي، حمدي يعمل الاسيست، يدخل ياخد عين يدخل ياخد عين السنتر باك، حمدي نفسه هو اللي يسجل، استخدام الاجنحه ان انا بفضي وبعمل اوفر رود في ناحيه وبسحب اللعيبه وبعد كده يبتدي الراجل يسجل، مليون في الميه كريدت كبير قوي لمارسيل كولر. والتطوير مش بس بتاع اللعيبه، ان اللعيبه قادره تنفذ الافكار اللي الراجل عايزها. ودي مش الفكره الوحيده في المباراه، بس دي الفكره بالنسبه لي الابرز، لانه كل الناس بتتكلم على دور حمدي فتحي، دور حمدي فتحي، دور حمدي فتحي، لكن الراجل بيقول لك انا انت عارف ان انا هشتغل بحمدي فتحي وعارف ان انا هستخدم حمدي فتحي وهسجل برضه باستخدام حمدي فتحي. حقيقتي والله اشكرك. عارف ليه؟ عشان انا كان دايما عندي مشكله انه يا جماعه ما خلاص ما قصه حمدي فتحي دي هتكشفها اي منافس ويعرف يقفلك على حمدي فتحي لما يخترق ويعمل اي كوره. بس هو مش يعني هو دلوقتي بقى يستخدم حمدي فتحي وكانه بس منوره لباقي اللاعبين وباقي الشغل. اقول لك حاجه، بتهيألك على الورق او اللي انت شايفه بتهيألك، انما كل ما في تدوير في الكوره صعب تقفله. لا صعب انه يتمسك، وهو اخطر واحد في الملعب هو او ديانج او مروان لو بيكمل على حسب مين الثابت مين اللي بيلعب سته صح. لا 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 بالعكس ده دوره كبير جدا وهو اللي بيفضي، ومع مساعدتي كمان الجناحين طول الوقت الجناحين فاتحين صحيح. فانت عامل استريتش الملعب صحيح. فطول ما انت عامل استريتش والكوره في رجليك اخطر وقت وكرة في رجليك صح. وميزه النادي الاهلي في الفتره الاخيره انه ما بيفقدوش كره بسهوله مظبوط، حتى دور بقى عندهم عاليه جدا صحيح. عشان كده هم بيعرفوا يشتغلوا تحت ضغط، بيعرف يشتغل في جهه معينه عشان يعكس على الجهه الثانيه، وده اللي بينفذه وده النجاح.